السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل في الشابتر 5. الشابتر الخامس هذا اللي هو عنوانه Analysis of Structures and Forces in Beams. طيب المحتوى متاع المحاضرة هذه اللي هي رقم 4 هنشوف فيها الـ Various Types of Beam Loading and Support. هناخذ مثال على ذلك. هنبدأ بالشرح الـ يعني الـ Various Types of Beam Loading and Support. يعني في نوعين. النوع الأول لما تكون يعني القوى مركزة concentrated loads، مثلا القوى P1 والقوة P2 الاثنين مركزين في كل نقطة، مثلا هذه في النقطة B وهذه في النقطة C. يعني يمكن القوة إما تكون مركزة بنسميها concentrated loads، أو الشكل الثاني يمكن تكون distributed load. يعني إيش؟ يعني يمكن تكون القوة موزعة، مثلا هذه موزعة بشكل غير متكافئ على مثلا نص الـ AB وبقية على الـ BC. شايفين التوزيع يعني ما هو نفسه، هذا تعتبر يعني قوة موزعة. يمكن تكون القوة مثلا ناخذ B وتكون القوة موزعة على كامل B بنفس الشكل، طبعا هي هنعتبرها قوة يعني موزعة. هذا هو النوعين، النوع الأول اللي هو قوة مركزة، النوع الثاني اللي هو قوة موزعة. هناخذ مثلا المثال هذا، هنشوف كيف تقدر نغير القوة الموزعة إلى قوة مركزة. مثلا البيم هذا عليه قوة موزعة على كامل البيم AB، بيكون نفس القيمة، القيمة هذه نفسها اللي هي أوميجا على الطول اللي هو L. طيب هنعوض القوة هذه كلها قوة واحدة، قيمة القوة الواحدة هتكون المساحة هذه كلها، مساحة اللي هو موزع فيها القوة. المساحة هذه قيمتها طبعا هتكون الطول في العرض، يعني هتكون قيمة الأريا، يعني هذه هتكون قيمتها الآل في الأوميجا. يعني نقدر نشيل القوة هذه كلها ونعوضها بقوة واحدة اللي هي قيمتها F أوميجا في الآل اللي هي المساحة هذه. لكن وين هنحط القوة هذه؟ هنحطها في النص. ليش النص؟ لأنه السنتر بيكون في النص متاع المستطيل هذا، يعني بتكون على مساحة قيمتها L على 2، ونحط قوة قيمتها F اللي هي تساوي أوميجا L. هذه بنسميها equivalent force، يعني قوة نعوض بها التوزيعات. لو ناخذ مثلا المثال الثاني، المثال الثاني شايفين القوة التوزيع متاعها غير متكافئة، يعني على شكل مثلث. طبعا القوة هذه كلها هنغيرها بقوة واحدة اللي هي تمثل المساحة، طبعا هتكون L في الأوميجا على 2 اللي هي طبعا مساحة المثلث. لكن وين حنوزعها أو حنحط القوة هذه؟ حنحطها في ناحية السنتر، يعني المثلث حيكون ناحية الزاوية القائمة، حتكون السنتر يعني طبعا هذه ثلثين وهذه ثلث، يعني ناحية ثلث. يعني من الناحية هذه بنحط مسافة هذه تبعد ثلث الآل، 1/3 في الآل. مع المسافة هذه نحط قيمة القوة اللي هي المساحة هذه، يعني تساوي أوميجا L على 2. هذه هي نفس الشيء بنسميها equivalent force. طيب ناخذ مثلا لما يكون أنواع البيم الموجودة، هذا البيم يعني simply supported beam. مثلا في الناحية هذه عنا بين، وهنا هنا رولر. طبعا لما نعوض هنا حتكون قوتين، وفي الرولر حتكون قوة واحدة. النوعية الثانية مثلا تكون بين هنا ورولر تكون بعيدة شوية على الناحية هذه، بتكون يعني هنا قوتين وفي رولر بتكون قوة واحدة. المثال الثالث بيكون البيم هذا يعني يكون هنا فري، ما هو عليه أي شيء، وهنا بيكون فيكسد. طبعا لما يكون فيكسد حيكون قوتين وعصب. لو ناخذ المثال الرابع، عندنا هنا رولر وهنا رولر وهنا بين، يعني هيكونوا قوتين وهنا قوة وهنا قوة. المثال الخامس طبعا بيكون فيكسد من الناحية هذه ويكون رولر من الناحية هذه، هيكون هنا قوتين وعزم لأنه فيكسد، وهنا طبعا هيكون قوة واحدة. آخر شيء بتكون مثلا فيكسد من ناحيتين. لما يكون فيكسد من ناحيتين يعني بنسميه فيكسد بيم، هذا هيكون قوتين وعزم، نفس الشيء هنا قوتين وعزم. هذا هو يعني الفري بودي متاع different types of beam اللي يمكن يكون. الحين هناخذ مثال على ذلك، هنشوف كيف من خلال الرسمة هذه هو بيعطينا التوزيع القوة. قوة هنا موزعة على كامل البي من الآي حتى للبي، يعني بيقول لك من خلال الرسمة هذه عوض القوة الموزعة على الآي بي بكيفالنت فورس. ونفس الشيء هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عاوز قيمة أو الرسمة متاع الفري بودي
الدياجرام. طبعا القوة هذه بيونها موزعة هي نفسها، نجيب الأريا هذه اللي هي الطول في العرض، طبعا هتكون أوميجا في الآل، يعني بما أنها انيفورم هنحطها في النص، يعني هي نجي على النص هنحط المسافة هذه طبعا اللي هي نص الآل، هنحط القوة F يعني اللي هي تساوي أوميجا في الآل، اللي هي تمثل الإكيفالنت فورس، يعني الإكيفالنت فورس هي هذه الاف في الأوميجا آل. بالنسبة للقوة الخارجية، أول شيء طبعا في النقطة A في فيكسد، شايفين فيكسد يعني حيكون قوتين وعزم، شايفين قوتين وعزم. بالنسبة للبي في قوة الشد اللي هي بي، في النقطة هذه حتكون قوة الشد تي، طبعا هنا عندنا الدبليو اللي هو الوزن اللي بتكون الماس في الجي. طبعا هذه هي مختلف القوى اللي ممكن تكون موجودة. هذه الرسمة هي الفري بودي دياجرام بتاع الشكل هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في محاضرة قادمة.